السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات جريد فور، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي. النهاردة إن شاء الله هنشرح الإكسرسايز نمبر 2. إحنا خدنا إكسرسايز نمبر 1 وحليناه، والنهاردة هناخد إكسرسايز نمبر 2 وهنكمل مع بعض كل الإكسرسايز اللي في كتاب المعاصر إن شاء الله. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا، بنذكركم إنكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لي منكم كل جديد، وما ننساش اللايكات الجميلة بتاعتكم عشان تشجعونا على الاستمرار. يلا يا حبايبي نبدأ الدرس بتاعنا. طبعا كان موضوع الدرس بتاعنا اللي هو الريلي بيج نمبر، وكنا بنتكلم الشينجينج فاليو، يعني لما الديجيت بيتغير من مكان لمكان بتتغير الفاليو بتاعته، وازاي كنا هنعمل كومبيرنج للفاليو بتاعتنا والطرق اللي احنا هنعمل بيها الكومبيرنج. اول حاجة عندنا دلوقتي النمبر 1 كومبليت ذا تيبل ان ذا اكزامبل، يعني مدينا اهو، هو بيقول لك دي اماكن الديجيت. تمام، اول حاجة اول 3 ديجيت قدامنا دول معروف ان هما الوانس والتينس والهندرد، دول تحت بيروت اسمها الايه، اسمها الوانس. بعد كده الثري ديجيت اللي بعديهم اللي هم الثاوزنت، وبرضو عبارة عن وانس وتينس وهندرد، بس الوحيدة اللي احنا كنا بنقول عليها وانس اللي هي ايه، الوانس اللي هي تحت خانة الوانس او تحت الجروب بتاع الوانس. طيب في الثاوزنت ما بنقولش وانس ثاوزنت، بنقول على طول ثاوزنت، بس اللي بعديها بنقول 10,000. تي دي طبعا رمز الايه، التنس، التن ثاوزنت اهي، يبقى بنقول التنس الاول وبعد كده بنروح للعنوان اللي فوق دوت اللي هو ايه، اسم الجروب او اسم، احنا كنا شبهناه بشارع وفي ثلاث بيوت. طبعا هنا اول حاجة الوانس بتاعت الثاوزنت مفيش بقى وانس، بنقول ثاوزنت على طول، اللي بعديها التن ثاوزنت، اللي بعديها الهندرد ثاوزنت اللي هو البيرود او الجروب بتاع الثاوزنت، وبعد كده يجي 3 ديجيت كمان بعد الثاوزنت اللي هم تحت البيرود اللي اسمها مليون، اسمها ايه، مليونز، برضه عبارة عن وانس وتينس وهندرد. والمليار ده طبعا هنا مديني رقم واحد او ديجيت واحد، طبعا احنا لو في عندنا 10 مليار و 100 مليار برضه هنحط وانس وتينس وهندرد، وكل حاجة هتبقى ايه بمسمياتها على اساس البيرود اللي هي ايه اللي موجودة فيها. طبعا مصورها لكم اهي جاهزة عشان ما نضيعش وقت في الكتابة. عندنا مثلا دي الديجيتس دي كلها هنا 3 6 9 10 ديجيت. طيب في الحالة دي هو طبعا مديني زي اكزامبل، يعني في الحالة دي هنحط كل ديجيت في مكانها، هتنام فين، هتبات فين كل ديجيت، اكن كل واحدة ليها سكن خاص بيها، وبنبدأ من الرايت تو ليفت، نبدأ من الرايت تو ليفت يعني من اليمين للشمال. اول حاجة عندنا الصفر، احنا اول حاجة نعملها ايه، عندنا 10 ديجيت، يبقى هنحط هنا ايه 10 ايه من الخانات زي ما احنا شايفين كده، دي خانة ودي خانة ودي خانة، دول السرير الاولانيين دول بتوع الوانز، يجي بعدها السرير بتوع الايه الثاوزن، بعدها السرير بتاعت المليون، وهو مديني هنا مليار. طب فرضا قال لي 15 مليار، يبقى نحط ايه المليار، هنقسمه برضو الوانس وايه وتن. طب فرضا قال لي كمان في عندي 250 مثلا مليار، يبقى هنحط 3 برضو كولوم زي دول اضافه، ده كده اسمه كولوم، كل واحد من ده كولوم، يبقى برضو في وانس وتنس والهندرد، وكل حاجة نسميها بعد ما ننطقها او نكتبها نرفق معاها كلمة مليار. طيب احنا هنبدأ من اليمين للشمال، من الرايت تو ليفت، اول ديجيت عدي السفن هينزل في السفن، الايت هيبقى في الايت، الناين هيبقى في الناين. طيب
اللي بعديهم الثري هتروح في الايه، في الوانس بتاع الساوزند اهو، اللي هو الساوزند يعني على طول. هنا الفايف دي في التين ساوزند، يبقى هتروح في التين ساوزند. بعد كده عندي الفور بتاعة الهندرد بتاع الساوزند، نيجي بعد كده المليون، الفور ده تتحط في المليون. بعد كده الزيرو هنحطها زي ما هي زيرو كده. وبعد كده عندنا السكس اللي هي الهندرد مليون، وبعد الهندرد مليون في المليارد، وهكذا بالنسبة للكل. طبعا احنا لو اشتغلنا بقى من الليفت تو رايت هنلخبط، هنلاقي الارقام دي كلها كده اكنها مترحلة كده اتجاه الليفت، وهتلاقي الوانس خد مكان الساوزنت، والساوزنت خد مكان المليون، والمليون خد مكان المليار، ويبقى حلنا كله غلط. فاحنا ننتبه جيدا ان احنا ايه، لازم رايت فروم ليفت، فروم رايت تو ليفت، فروم ايه رايت تو ليفت. نشوف السؤال اللي بعد كده، الباب طبعا القديم ده انتوا كلكم هتكملوه عادي، ده مجرد بنسقط ارقام في الايه، في اماكنها، وكل رقم او كل ديجيت بينام او بيسكن في مكان معين بنحطه زي ما احنا شفنا من شوية اللي هي دي. كمل بقى كل اللي قدامنا ده كده بنفس الطريقة. اللي بعد كده بيقول لي write the value. في اولاد وبنات لسه بيتلخبطوا دلوقتي ما بين الفاليو والبليس فاليو. لما يقول لك فاليو يبقى هنقول ديجيت كده ارقام زي ما احنا شايفين، لما يقول لي بليس فاليو يبقى لازم نقول مكانها فين، مكانها اللي هو قلناه من شويه. وعايزكو تركزوا في كتاب المعاصر على بيج نمبر 30، في موضح لي كل حاجة، كاتب لي وانس وتينس وهندرد، كاتبها لي ثاوزند تين ثاوزند هندرد ثاوزند مليون تين مليون هندرد مليون مليار. فلازم نعرف ازاي نكتب الحاجات دي كويس، وعايزين نفرق ما بين البليس فاليو والفاليو. طيب دي احنا واخدينها اصلا في السنين اللي فاتت، بس طبعا في كتير مننا ما كانش متابع بشكل جيد المنهج، وما كانش بيذاكر مثلا، فاحنا فرصة ان احنا بنعيدها وفي نفس الوقت بنأكد عليها لانها مهمة جدا جدا جدا. بيقول لك write the value of the underlined digit، يعني انت اكتب لي الفاليو والقيمة، لان في طلب مني كتير بصراحة من بعض اولياء الامور يا مستر ترجم لنا، لان الاولاد شوية مش بيعرفوا رأس السؤال ايه. تمام، يبقى write the value، يبقى اكتب الفاليو بتاعت الديجيت اللي هي فيها اندرلاين. هنا الاندرلاين موجود فين؟ موجود تحت الفور. طيب هنكتب بقى الفاليو بتاعتها ازاي؟ يبقى لما نشوف كلمة اندرلاين يعني اللي تحت اندرلاين ديجيت، يعني الديجيت اللي تحتيه خط according to its place in each number، يعني وفقا هو موجود فين او نايم فين او بيبات فين او ساكن فين. ومديني هنا الفور، طبعا مديني مثال محلول زي ما احنا شايفين كده. الفور دي طبعا بنكتبها بننزلها كده زي ما هي، وهنشوف كام ديجيت علي منها. هنلاقيهم السفن كده 1، وعندنا دول 3 يبقوا 4، ودول كمان 3 يبقوا 7. يبقى هنحط الفور وهنحط جنبها كام زيروز، يبقى فور وجنبها سيفن زيروز زي ما احنا شايفين كده اهو، وهكذا بالنسبة لكل الأسئلة اللي قدامنا دي من أول الـ A لغاية الـ L كلها نعمل فيها لغاية الـ N اهو كمان ولغاية الـ B. طيب يبقى احنا المفروض إن احنا هنعمل الديجيت اللي تحتيه underline نكتبه، وهنشوف كام ديجيت على يمينه في الاتجاه ده كده، اتجاه السهم زي ما احنا شايفين ده كده في كل الارقام بالشكل ده، وهنحط بعدد الديجيت عدد من ايه، من الزيروز. نشوف اول واحده بقى كده مع بعض ان احنا نحل بقى ونعتمد على نفسنا، وبدينا واحده على سبيل الايه المثال. اول واحده بننزل الفور، وكم ديجيت على يمينها؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. في اولاد بقى بيتلخبطوا قوي ما بين ان هو يحط الديجيت كل 3 ديجيت يحط كوما،
كل 3 ديجيت المفروض بنحط كومة. في اولاد بيتلخبطوا، بنات يحطها لي من الليفت تو رايت، من الشمال لليمين، وده غلط. احنا لازم نبدأ من الرايت تو ليفت عشان ما نلخبطش الفاليوز بتاع الايه الديجيت اللي موجودة قدامنا. هنا الفور، الفور في كام بقى، كام ديجيت؟ 5. يبقى نحط جنبها ايه؟ 50. شوف اللي بعده. اللي بعده عندنا طبعا احنا مش هنمشي اي بي، احنا ننزل كده ونكمل مع بعض ان شاء الله. المهم ان احنا هنحل كل حاجة موجودة في الكتاب. هنا السكس هي اللي تحتها اندرلاين، تمام. في جنبها كام ديجيت؟ في جنبها 7 يا مستر. يبقى هنحط جنبها كام؟ 7. وكل 3 ديجيت هنحطهم ايه؟ من اليمين للشمال، من الرايت تو ليفت. طب تخيلوا بقى لو احنا بدأنا من الليفت تو رايت، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقيها جايه هنا فبقت 600. 600 ايه؟ حاجه كده ملهاش اي معنى طبعا، لان هو دخلنا كده في 60 مليون، فالوضع هيتغير تماما تماما تماما. فناخد بالنا جدا من اول حاجه بننزل الديجيت اللي تحتيه اندرلاين، وما بنعدوش من ضمن الزيرو، احنا بنعد من بعضه اتجاه الرايت كام ديجيت على الرايت على يمينه، هنشوف كام ديجيت وننزلهم بزيروهات، وما نعملش الكومه الا في الاخر. بعد كده ننزل من اليمين للشمال، نكتب نتكلم عربي اهو عشان الاولاد اللي مش عارفين انجليش كويس، والمفروض انك انتوا ماس تجريبي ولغات، بس في بعض الاولاد ناظرهم او البنات مش بيبقوا عارفين الترجمه او الترانسليشن. يبقى start كل 3 digit من ال right to left، نقولها بالانجلش ونقول من اليمين للشمال. طبعا في حد يتفرج علينا، انت يا مستر انت معروفه ان دول لغات يعني ازاي داخلين انت تجريبي ولغات؟ معلش احنا لازم نصبر على اولادنا ونعلمهم، وان شاء الله كلهم يبقوا شطار. طيب اللي بعديها بقى نفس الطريقه، الفور جنبها 7، سوري جنبها 6 ديجيت. بعد كده الناين جنبها، طبعا واضح جدا ان جنبها 4 ديجيت. اللي بعديها الزيرو جنبيه كام ديجيت؟ جنبه 5 ديجيت، ولا هنا نقول الفاليو بتاعته كام؟ هنا موجود زيرو، وما ينفعش نكتب 5 ديجيت جنبيه زيرو، لان هو الزيرو تكراره ملوش اي معنى خالص نهائي. فطبعا اي فاليو للزيرو ايا كان موجود في التن، في المليون، في المليارد، في اي حاجة، هو زيرو. يبقى نكتب الفاليو زيرو وخلاص، ما نزودش زيروهات عليه. بعد كده الثري جنبها 3 ديجيت، نحط 3 زيرو. اللي بعديها السفن جنبها 9 ديجيت، لان دي السفن ايه؟ مليارد، 7 مليارد. اللي بعديها عندنا ديت الفايف، هي فايف لانها في الوانس. وبعد كده عندنا السيفن ديت جنبها 8 ديجيت، وعندنا الوان دي جنبها ديجيت واحد اللي هو السيفن، واللي بعديها دي 6 ديجيت، بس ايه هو زيرو، يبقى ينزل زيرو زي ما هو. بعد كده السري جنبها طبعا 8 ديجيت، نكتبهم بالشكل ده. بعد كده الناين بنكتب 900. شاف حلل لكم كل حاجة علشان ما يجيش حد بقى ايه يقع منه السؤال ده خالص، سؤال سهل جدا وتافه جدا. بعد كده التو وجنبها طبعا 9 ديجيت، عندنا الوان وجنبيه 4 ديجيت، عندنا التو وجنبها بالظبط كده 7 ديجيت زي ما احنا شايفين. السؤال اللي بعد كده هو بيقول لي complete as example، مديني example. وبعدين هنا طبعا بيقول لي the place value. هنا بقى place value مش هنتكلم عن value بقى ك digit، هنتكلم مكانه فين، بيبات فين، بينام فين، سكنه فين. the place value of the digit 7 in the number، دي بتتقال ازاي؟ اذكركم برضو بنقول 7 مليار 321,521,800. عندنا هنا السفن فين مكانها؟ في المليار. يبقى نكتب كده يا اولاد مليار. اللي بعديها بيقول لي the place value of the digit 0 in the number، شايف الزيرو موجود فين؟
اول 3 ديجيت دول احنا عارفين ان هم بتوع الوانز، ودول بتوع الساوزند، بس اول ديجيت من اتجاه الرايت من اتجاه اليمين بنقول عليه ساوزند، الفور بنقول في التن ساوزند، اللي بعديه بنقول في الهندرد ساوزند. يبقى مكانه فين؟ ببساطة شديدة جدا هيبقى مكانه في الهندرد ساوزند. اللي بعديه the place value of the digit 2 in the number 9,152,747,180. التو هنا مكانها فين؟ احنا اول 3 ديجيت بتوع الوانز، اللي بعديهم اللي هو السيفن والفور والسيفن بتوع الساوزنت يا مستر، واللي بعديهم بتوع المليون يا مستر، والناين اللي هي بتاعت المليار. التو دي هنا فين؟ موجودة في المليون. طالما the first digit في البيروت اللي اسمها مليون اللي هي 152 مليون، طالما التو هنا في المليون هيبقى المكان بتاعها او البليس فاليو بتاعتنا اسمها المليون. عندنا اللي بعد كده بيقول لي the place value of digit 8. ادي ال 8 موجود فين؟ واضح جدا ان هو ايه، في البايرود اللي هي بتاعت المليون، وهي موجودة في الهندرد، فهنقول 8 ديت موجودة في حتة اسمها يا مستر 100 مليون. 100 مليون. اخر واحدة بيقول لي the place value of the digit 4 in the number 748,263,501. الفور هنا فين يا ولاد؟ بصوا يا بنات كده، الفور هنا طبعا داخلة في الجروب بتاع المليون، بس هي فين هنا؟ أول واحدة طبعا بنقول مليون، اللي بعديها 10 مليون، يبقى الإجابة بتاعتي 10 مليون. هنا بقى في السؤال نمبر 4 جايب لي السؤال بس بطريقة عكسية، بيقول لي ان ذا نيوميرال، ويديني النمبر اللي قدامنا ده، ممكن يقول لك نمبر او يقول لك نيوميرال سيان يعني. ده لما نيجي نقراه برضو هاو يو كان تو ريد، ازاي تقدر تقراه؟ 234,568 234,568. What is the digit is in the، أول حاجة الديجيت اللي هو موجود في التن بليس، واضح جدا التن بليس اللي هو ايه هنا، برافو عليكم، اللي هو هنا السكس، هو ده اللي في التن بليس. طيب بيقول لك where is the number ال 100,000 place، نقرا كده ازاي نحدد 100,000؟ يبقى اخر حاجه اقراها ايه؟ ال 1000. يبقى نجري على البيرود او الجروب بتاع ال 1000، وبيقول لك ال 100 بتاع ال 1000، ال 100,000 place اللي هو فين؟ هيبقى برافو عليكم اللي هو ال 2. اللي بعديه بيقول لي 1000 place، فين الساوزنت بليس؟ واضح جدا الساوزنت موجود في نمبر 4، وهنكتب الديجيت اللي هو الفور. السؤال اللي بعد كده نمبر 5 بيقول لك بيوزنج ذا فولوينج نمبر كومبليت ذا دايركشن. طيب اول حاجه بيقول لك اعمل لي اندرلاين للديجيت اللي هو موجود في ال 10 مليون. طيب باختصار شديد هنعمل underline، يعني نعمل خط تحت الديجيت اللي هو موجود في التين مليون. اهي 10 مليون بليس، فين التين مليون؟ اول 3 ديجيت اللي هم بتوع الوانس، اللي بعديها بتوع الساوزند، اللي بعديها بتوع المليون. طيب باختصار شديد جدا، اول الحاجة اللي هي التو في الجروب اللي هو بتاع المليون اسمها ايه؟ اسمها مليون. طب ال 10 مليون فين؟ ان هي الفور اللي هي بعدها على طول. يبقى هو بيقول لي اعمل لي تحتيها خط، اعمل لي تحتيها اندر لاين كده بالشكل ده. يبقى نيجي كده نعمل ايه؟ اندر لاين. طيب بعد كده بيقول لك درو سكوير
around the digit in 1 milliard place. نروح لل 1 milliard place. قال لك اعمل لي ايه؟ square. يبقى نرسم square على ال digit اللي هو موجود في ال 1 milliard place. فين ال 1 milliard place؟ اهو ال 1 milliard place بكل سهولة جدا هنعمل كده عليه ايه؟ square. طيب بعد كده بيقول لي سيركل ذا ديجيت، يعني اعمل دايره. سيركل ذا ديجيت يعني اعمل دايره على الديجيت اللي هو في ال 100 بليس. فين ال 100 بليس؟ طبعا قدامنا اهو واضح جدا ده ال 100 بليس في ايه؟ ال 6. يبقى نعمل كده سيركل حوالين ايه؟ حوالين ال 6. يبقى لما يقول لي اندر لاين بنعمل خط تحت الديجيت اللي بيقول لي مكانه في الحته الفلانيه. درو سكوير، يبقى هنعمل سكوير حوالين ايه؟ 1 مليار دي بليس. هنشوف المليار دي فين وهنحط حواليه ايه؟ سكوير كده. وبعد كده بيقول لك سيركل ذا ديجيت، يعني اعمل دايره حوالين ال 100 بليس. ال 100 بليس اللي هو 6 هنا اللي هنعمل عليه دايره بالشكل ده. بعد كده يا حبايبي بيقول لي هنا What is the value of each of the following؟ أول واحدة بيقول لي هنا What is the value of each of the following؟ الـ value بتاعت الـ 2 في الـ 10th place. يعني لو الـ 2 معناها إن لو الـ 2 دي موجودة في الـ 10th place يبقى الـ value بتاعتها كام؟ وقال لك هنكتب كده بكل سهولة، نكتب 2 و الـ 10th يبقى هنحط جنبها 0 بس، خلاص على كده. طيب لما يقول لك 30 10th، 30 تنس يبقى هنكتب ال 30. هي ال 30 أول حاجة هي عبارة عن 30 تايمز للإيه؟ لل 10. يبقى لما نقول 30 تنس كتبنا ال 30 وقال لك تنس بعدها، كل اللي إحنا هنعمله هنحط زيرو كمان زيادة كده اللي هو بتاع إيه؟ ال 10. يعني دي عبارة عن إيه يا مستر؟ هي دي أصلا عبارة عن 30 تايمز لل 10. بس اللي بعديها دي بيقول لك 7 ان 100 بليس. ال 7 في ال 100 بليس يبقى هنكتب 7. ال 100 معروف ان هي طبعا عبارة عن 2 0، يبقى هنزود هنا ايه؟ 2 0 بالشكل ده. بعد كده بيقول لي 60,000، دي اكن هنا في تايمز بس ايه؟ مستخبيه. فهننزل الستكست زي ما هي بالشكل ده، وهنضيف الساوزند اللي هي طبعا عباره عن 3 ديجيت، يبقى 1 2 3 0 وكوما، قلنا من اليمين للشمال، من الرايت تو ليفت. هنا نشوف النمبر 7 وبيدي يقول لك fill the blank، مكان فاضي كده، وبيقول لك fill يعني املأ المكان الفاضي ده، ومديك مثال بالشكل ده هنا وهنا. هنا بيقول لك دي في الأصل 23,800، يعني فيها كام 100؟ فيها كام 100؟ ببساطة شديدة جدا هنشطب هنا ال 2 0 بتوع ال 100 دي، طالما هو فيها كام 100 يبقى هنشيل 2 0 وهيتبقى معانا 238. هيتبقى 238، يعني ايه يا مستر؟ يعني الرقم ده كده كله في 238 من الايه؟ من ال 100. طيب معنى ذلك ان احنا لو جينا نترجم دي كده برضو لوحدها ومش موجود الرقم اللي في الليفت ده، لما يقول لك 238 يبقى 238 وهنضيف لها 2 0 من الناحية دي هتبقى مساوية ده برضو دي. هنا نفس الكلام 750 100 يبقى هنشيل قد ايه؟ بسهولة جدا هو عايز يحولها لكام ساوزند؟ عارفين الساوزند في 3 0، يبقى هنشيل 3 0 دول وهيبقى 75,000.
اللي بعديها هنا بيقول لك 56,000. طيب سهلة جدا برضو. الثاوزند ده عارفين هو طبعا عبارة عن 3 0، يعني 1 وجنبيه 3 0، ده الثاوزند. فببساطة جدا هنشطب 1 2 3 دولت، هنشطبهم هيبقى هنا ايه 56. اللي بعديها يا حبايبي اللي هي ديت، هنا بيقول لك 280,000، فيها كام 100؟ يبقى هنعمل ايه ببساطة جديدة جدا، فيها كام 100؟ يبقى هنشيل 1 2، لان عارفين ال 100 في ايه 2 0. وهنكتب بقى الرقم بتاعنا عادي جدا اللي هو هيبقى 2 8، وهننزل ال 2 0 دول زي ما هما، وهي دي الناتج بتاعنا. كل 3 ديجيت بنعمل كوما كده بالشكل ده. هنا بيقول لي بقى 300,000 فيهم كام 100؟ طبعا دي كده الرقم ده كده بيلخبطك، فهو حاطط لك ال 300 وجنبيها 1000. في واحد يقول لك 300 لان هو ما خدش باله من كلمة 1000. هو لو خد باله من كلمة 1000 دي ومركز قوي في السؤال هيقول ده دي كلها كده على بعضها هي عبارة عن 3 وجنبها 2 0، وهنضيف ليها ال 1000 دي، يبقى هنضيف كام 0؟ ال 1000 في 3 0 هتبقى بالشكل ده، وكل 3 ديجيت نعمل كوما. هو فيها كام 100؟ يبقى هنشطب ايه؟ هنشطب ال 2 دول اللي هما بتوع ال 100، هيتبقى معايا 3 وفيها جنب 0 جنبها 1 2 3 1 2 3. ده الحل بكل بساطة. اللي بعديها هنا بيقول لي طبعا 850,000، يبقى هنزود هنا كام 0؟ 1. خلاص فهمنا بقى عشان ما نقعدش نكتب السؤال بالكامل، هي 850 وهنحط جنبها كمان 3 0. بيقول لك فيها كام 100؟ 100 في طبعا عارفين ال 100 اللي هو ده كده 2 0، فهنشطب 0 كده ايه 2 0، هيتبقى عندي 85,000. وهنحط 3 0 زي ما احنا شايفين 2 0 اللي باقيين، كل 3 ديجيت نعمل كوما. هنا مديني رقم كبير كده، طبعا دول بتوع الوانس ودول بتوع الثاوزند ودول بتوع المليون. بيقول لك عندي 87 مليون 900,000، بس مفيش حاجة تاني. لما يديني حاجة في الوانس ولا في التنس ولا في ايه في ال 100، كل الموضوع هنا قال لي 100، يبقى هنزود كام؟ هنزود كمان 2 0. فيها كام مليون؟ هنا بقى نركز قوي قوي قوي، فيها كام مليون؟ المليون احنا عارفين في كام زيرو، في 6 0، يبقى هنشطب مننا كام 6 1 2 3 4 5 6، شلنا 6 0 هيتبقى هنا عندي ايه؟ هيتبقى عندي هنا ال 8، وهيتبقى عندي ال 7، وهيتبقى عندي ال 9، وفي 0 كمان باقي اهو نحطه كده جنبه. يبقى الرقم ده كله فيه 8,790 من الايه؟ من المليون. نيجي نكمل دول بقى مع بعض. هنا بيقول لي الرقم ده من التنس، في كام تنس؟ في كام ثاوزند؟ هنا هنضيف 0 اللي هو بتاع التنس، وهنا ثاوزند، يبقى هنشطب كام؟ 1 2 3، هيتبقى طبعا هنا عندي 2 وال 5 وكمان ال 6. بعد كده الرقم اللي بعده بيقول لي 55,000،
1000 يبقى نضيف كام زيرو هنا جنب ال 55 كده 3 0، فيهم كام 100 هنشيل ال 2 0 هيبقى عندي 5 5 0. بعد كده عندنا 7 2 وجنبها 3 0 وفي جنبها 10. نركز قوي 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 في الوورد اللي مكتوبه جنب الايه النمبر كده. هنا طبعا 10 يبقى هنضيف 0، فيها كام 1000 يبقى هنشطب كام 1 2 3 هيتبقى عندي ال 7 وال 2 وال 0. السؤال اللي بعد كده نمبر 8، نمبر 8 بيقول لي choose the digit between ال 1 وال 9. هنا أوضح شوية، choose the digit between ال 1 وال 9. لما يقول لي between يعني ما بين ال 1 وال 9، يعني ما ينفعش ناخد ال 1 وما ينفعش ناخد معانا ال 9. use the number to complete the chart، يعني انت هتختار الرقم وهنشوف الرقم دوت هنحطه في كل الخانات الفاضية دي اللي هي البلانك اللي قدامنا دي، وبعدين اختار اي رقم، يعني انت واحد يختار التو، واحد يختار الثري، الفور، فايف، سيكس، السيفن، الايت، بس هو ده اللي احنا من حقنا نختارهم، مش من حقنا ناخد حاجة اللي هي الوان ولا ناخد الزيرو ولا ناخد الناين. طبعا هنفترض مثلا ان احنا هناخد اللي ان هو نمبر مثلا 4، هنكتب هنا 4 هنا 4 4 وهكذا بالنسبة لإيه لكل البليس هنحط فيها الديجيت اللي هو اسمه 4 حتى المليارد. أيوه حتى المليارد. ببساطة شديدة جدا بيقول لك my digit is، يعني أنا اخترت الرقم اللي هو كام اللي هو 4. بعد كده ال value of the digit in ones place، هي هنا في الايه في ال ones place دي أول واحدة ناخدها، طالما في ال ones place هتنزل زي ما هي ومش هنحط جنبها أي زيرو. طيب بعد كده اللي هي فين في ال tens place، tens place يبقى 4 وطبعا هيبقى على يمينها ديجيت واحد اللي هو الزيرو، الفور دي الأولانية بنحطها بالشكل ده. في ال 100 هتبقى 4 وال 100 يبقى ايه 0 0. احنا ما نحيرش نفسنا، نشوف دايما ال 104 هنا اللي جنبها كام ديجيت 2، يبقى هنعملها بالشكل ده 2 0. في ال 1000 يبقى هتبقى 4 0 0 0. هنا في ال 10000 يبقى هننزل ال 4، 10000 يعني كام زيرو 4 0 بنفس الطريقة اللي احنا جايبينها في كل المسائل بتاعتنا. ال 4000 في جنبها اللي هنا طبعا في ال 10000 في جنبها 5 ديجيت 1 2 3. هنا ال 10000 دي لا 10000 مظبوط، ادي 10000 في جنبها 4 ديجيت يبقى هنحط مكانهم 4 0. اللي بعديها في ال 100000 هنكتب 4 وادي ال 100 وادي ال 1000 وكل 3 ديجيت نعمل كومة. في المليون طبعا احنا عارفين المليون يا اولاد يا بنات في كام زيرو، ال 1 مليون في 6 زيرو، يبقى هنضيف هنا كام 6 زيرو 1 2 3 4 5 6. هنا طبعا في ال 10 مليون هيبقى 4 0 وجنبها كام 6 0 كمان، يبقى كلهم 7 ايه 0.
اللي بعد كده عندنا ديت هتبقى في الهندرد مليون، يبقى فور الهندرد بنحط 2 0 ومليون بنحط كمان 6 0. بعد كده طبعا في المليارد، يبقى 4 وجنبها كام؟ 0، جنبها 9. 2 3 4 5 6 7 8 9، وكل 3 ديجيت نعمل كومة كده، يبقى كده حلينا السؤال بتاعنا. هنا بقى بيقول لي ماتش ذا كارد، يعني دي كلها كارد، وكل كارد مكتوب فيه مثلا هنا ديجيت ارقام عادية، وهنا طبعا في صورة الوورد فورم، وبيقول لك يو هاف ذا سيم نيوميرال، يعني هنا موجود فين هنا، يعني كل واحد في الليفت موجود فين في الرايت. كل اللي احنا هنعمله هنوصلهم ببعض. طيب تحبوا نبدأ من ايه؟ طبعا هو اسهل لكم ان كنتوا تبدأوا من ايه، من الليفت اللي هي فيها ايه النمبر ونترجمها. هنا طبعا 75 ايه مليون، 75 مليون، نشوف هنا في 75 مليون، هنا ما فيش 75 مليون، 2 مليون 75 اهي. طب في حاجة تانية، لان ممكن يكتب لي اتنين مثلا فيهم 75 مليون، فدي واضح جدا ان هي دي هتبقى معني كده. اللي بعديها 701 مليون، 701 مليون كاتبها كده، هنا طبعا 2 مليون وهنا 2 مليار، مش هي طبعا. في هناخد ديت طبعا مع دي اللي هي 701 مليون. لما نلاقي حاجات متشابهة لازم نقرأ السؤال للآخر. هنا دي طبعا بيقول لك 2 مليار 500 مليون 422,300. هنا طبعا 2 مليون وهنا بيقول لي 2 مليار، واضح ان دي 2 مليار، يبقى هنوصل دي بتي بالشكل ده، هيتفضل عندي ديت وديت. بس برضه نتأكد هنا ايه 2 مليون، هنا 2 مليون 500,000 422,422, يبقى دي هتوصل دي. سؤال سهل جدا، واحنا لما نفهم المنهج هنحس ان هو تافه وسهل جدا، مش صعب ولا ضخم زي ما احنا بنقول، احنا بس نفهم الاسئله. هي بس الكتب الخارجيه طبعا بتجيب امثله كتير، وده يعني حاجه مش مزعجه بالنسبه لنا، عشان نبقى شطار ونتعود ان احنا نحل كل الاسئله وكل الانواع من الاسئله. وبكده حبايبي نكون خلصنا الجزء الاول من اكسرسايز نمبر 2. في جزء تاني ان شاء الله، تابعونا على القناة وسبسكرايب ونفعل الجرس ونختار الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وهتلاقوا لينك مثبت في أسفل الفيديو يوصلكم لكل الحلقات بتاعة الفيرست ترم لجريد 4 إن شاء الله. تمنياتي بالنجاح والتوفيق، معكم مستر أسامة الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.